كانت في دعاء بتسأل امبارح وانا اجلت سؤالها، بتتكلم عن ان هي حصل طلاق وتوثيق الطلاق، وبعد كده لما رجعوا راحوا للمأذون ورجعها، وبعدين قالت عمل وثيقة ومش وثيقة، مش الإجراءات اللي هي المعهودة في بلادنا. فأنا حاسة أن الوضع ده دعاء، عشان كده أنا أجلت أفكر في الأمر وبرضو أستفهم إيه الوثائق اللي حضرتك كنت بتسألي فيها. يعني أنا بالنسبة لي هذا الوضع غير منضبط وفي نوع من التلاعب، والمقرر والمعلوم أن الطلاق حضوريا ده عند المأذون، يعني على هو قائم على الإبراء أن أنت هتبريه من كل حاجة بيحتاج لما ترجعي لهذا الزوج مرة تانية إلى عقد جديد يا صاحبة السؤال، وده اللي عليه الشرع والقانون. ولابد أن اللي أنا شايفاه في الحالة دي لازم نروح لنذهب إلى دار الإفتاء المصرية للبت في هذه المسألة. ودايما نقول أنه مثل هذه المسائل أمرها خطير، لأنها متعلقة بعقد من أخطر العقود في الشريعة الإسلامية، وهو عقد الزواج. فالمطلوب الاهتمام بهذا الأمر وسؤال دار الإفتاء المصرية عما فعله هذا المأذون بالتنسيق مع زوجك هذا، لأنه الصورة اللي حضرتك بتحكي عليها دي فيها نوع من التلاعب لغرض ما. إيه الغرض؟ السؤال بقى الإجابة عندكم بعد التباين والتثبت من دار الإفتاء.